بعد ما خلص العصر ده والموجة طلعت وقلبت دخلوا الشعبي. بعد ما دخل الشعبي وقعد له فترته وبقى محبوب ومازال محبوب، قلب وبقينا نعمل المهرجانات، دخلت وبقت برضه محبوبة. الشعبي ده مش وحش، الشعبي ده جميل نابع من الشعب، والمهرجانات دي أنا شخصيا بحب أسمعها والكيف. يعني أنا ما أقدرش أسميها مزيكا يعني الحقيقة، اللي هي حاجة اسمها اغاني المهرجانات. هي منين مهرجانات كمان؟ انا ما اعرفش بصراحه يعني ايه مهرجانات. يعني انا اعرف مهرجان ده، انا شاركت في مهرجانات في العالم كله. مهرجان ده بيبقى ملتقى فرق على مستوى عالي وراقي من الدنيا كلها، وبيبدا نوع من يعني الكومبيتيشن العاليه ما بين الاثنين. لكن دي مهرجانات ما لهاش علاقه بالمهرجانات. فانا مش شايف ان ده فن، انا مش شايف اصلا انه انا عشان اجيب اي حد في الدنيا يمسك ميكروفون، والميكروفون ده متوصل بجهاز الاوتو تيون اللي هو بيخلي الصوت معدني شويه فضائي، الصوت الغريب ده اللي بيحصل ده يعني مفيش لحن بيحصل غير ان الناس عماله بتقول نفس الجمل في ايقاع واحد، وعاده لازم تتضمن كلمات يعني متدنيه شويه. الكلام ده كله بيدي تاثير سلبي على سلوك الناس، مش مجرد اغاني، الحكايه مش اغاني، ده في اللا شعور بيأثر وبعد كده بيبان في السلوك على في الشارع بين الناس وبعضها. فانا يعني شايف انه ده نوع من الهدم للروح للهويه المصريه، وروح من الهدم للذوق العام في مصر. يجب ان نتنبه جميعا ليه، ويجب ان نتوقف عن اذاعه كل ما هو هابط، ونتمسك بتقديم الاغاني ذات القيمه الفنيه، ونشجع الانتاج في هذا الاتجاه بعد كده.